هكذا تدق الجرس. وحدك؟ لا يوجد أحد في البيت؟ أمي وسارة ذهبتا وراء الطفل. يا ولد أين كان فكرك؟ دفعة ظهر أمامي. إلهي ادفع الشهر. ذهبت أسأل باع البنجر، أجبرت أن أشتري منه نصف كيلو. تحطمت يا علي. ماذا تقول تحطمت؟ أباك ثري ثري، أتفهم؟ كن قليلا. دعني دعني يا علي، أنا سوف أجن. علي رجاء اذهب واخبرني ماذا حدث. من أنا؟ لن أجرؤ. لماذا أنت لست مقصرا؟ نعم، في هذه المحلة فقط نحن نملك دراجات نارية. هذا ليس ذنبا. نعم، إنك سمعت قصة الأرنب الذي كان يهرب؟ ليس الآن وقت هذه الخزعبلات. قالوا للأرنب لماذا تهرب؟ قال يغصون أذن الفيلة. قالوا ولكنك لست فيلا. قال نعم لست، عندما أريد إثبات ذلك يفوت الأوان. أخرج. أتطردني؟ أتيت لتواسيني أن تلعبني؟ أنا خائف أيضا. أنت لماذا؟ أنت لم تعمل شيئا. يبدو أنك لم تسمع قصة الأرنب. أخرج دعني لوحدي. إذا كنت في مكانك ومع هذا الأب الثري لذهبت وسلمت نفسي. يبدو عملا جيدا، سوف أخرج من حيرتي. أنا قلت ذلك، لماذا تأخذ الأمر جديا؟ أفضل من أبقى هنا وأصارع نفسي. يا سينا ما كان عليك أن تهرب، الآن والأمر كذلك عليك أن تصبر. أقول بأني لست مذنبا، خفت وهربت. إذا أنت الأرنب. اخرس. من؟ اذهب وافتح الباب. وإذا كان شرطيا؟ هكذا تعرف نفسك للشرطة؟ شقيقتك. أفتح الباب؟ إذا كانت وحدها افتح. أنا. لماذا لا تفتح الباب يا جبان؟ تعلم من رضا. من كان هنا؟ علي. زملاؤك مثلك كالفئران يبحثون عن جحر. ها، هل عذرتم على الطفل؟ الطفل في المستشفى. كيف حاله؟ استعاد وعيه؟ إذا تعلم ماذا حدث للطفل وهربت، ألا فكرت ماذا سيحدث إن لم يصل إلى المستشفى؟ أخيرا تقولين كيف حال الطفل أم لا؟ الطفل ما زال مغمى عليه يا سيد سينا. يعني يمكن أن يموت؟ لماذا لا؟ وهل سعيت أن توصله إلى المستشفى؟ يا سينا ما أنت؟ حيوان أم إنسان؟ مساعدة الآخرين مهداة لك، على الأقل كنت تراعي ضحية أعمالك. أنا أنت؟ قلق؟ قلبك مشغول؟ لماذا لا تذهب وتسأل عن صحة أمه البائسة؟ بالله عليك قولي كيف حال الطفل؟ الله ستر. أتعلم الطفل لمن؟ أقريب؟ ابن سيدة أخته، جار سيد كريم. آه يا إلهي. آه، أين هي؟ عم تبحثين؟ وثيقة العقار. لمن وثيقة العقار؟ لإطلاق سراح الولد الشجاع الذي ابتلى بدلا عنك يا سيد. وثيقة العقار في غرفة أبي. خذي، ها هي. لنذهب. إلى أين؟ مركز الشرطة. أنا؟ نعم أنت، هذا من أجل أن لا تبقى هناك. لن آتي. لن تأتي؟ لا سينا، ألم تستحي بأن يتحمل رضا كل هذه الإهانات من أجلك؟ أين أمي؟ تنتظرنا، هيا اذهب ولا سوف تصرخ. لماذا تأخرت هكذا؟ السيد لا يريد أن يأتي. هيا تحرك قبل أن أغضب عليك. هل وجدت وثيقة البيت؟ نعم. تحرك هيا. سواء خفت أم لم تخف فهذه حصيلة أعمالك وأنت المسؤول عن الحادث، ولا تتوقع أن يتقاصى الآخرون مكانك. أنا أطلق السراح علي أولا، ولكن ويل لك إذا ألقي القبض عليك بصفة مجرم. يا أماه هيا تحركوا. يا إلهي ما هذا البلاء. هيا تحرك. عملكم غير إنساني وغير أخلاقي ولا يتطابق مع أي منطق. الإنسانية تحكم عليكم بأن تنقل الطفل إلى مكان العلاج. أنا أخجل من أن أقول هذا ابني. أمه دعيني يا سارة، دعيني أقول ما في قلبي. أقول كم يستحي الإنسان أن يرى شابا آخر يتحمل خطأ سينا ولم ينبس ببنت شفا، وها هو يرتكب خطأ آخر بعدم مجيئه إلى مركز الشرطة. إنه يخاف. يخاف؟ هكذا؟ أنا المقصر في تربيته على أن يعيش هكذا، هو أبوه المقصر في تربيته أيضاً. يا أماه إنني لست مقصراً، هو الذي قفز أمام دراجتي. أعلم أنك لست مقصراً. أجل، لست مقصراً.
يا أمه بالله عليك لا تعذبي نفسك، لا تؤذي نفسك. أنت لست مقصرا في تربيتك، المقصر أنا الذي كنت أفكر فقط في مأكلكم وملبسكم وغير ذلك. المقصر أبوك الذي ينسق شفتيه وعينيه بحركة جهاز الكمبيوتر، ينظم آلة الموسيقى بالأرقام المصرفية. لست مقصرة، نحن المقصرون. يا أمه أرجوك، إذا كان أبوك قد علمك كيف تواجه المشاكل، كنت مثل ذلك الشاب تبقى وتأخذ الطفل إلى المستشفى وتقول أنا المقصر، أنا آسف، أنا آسف، أنا فعلت ذلك. أجل قل ذلك. نعم يا ولدي قل ذلك. يا أمه أنا آسف جدا، آسف. يا أختاه، كان الوقت مع أذان الفجر كالشهاب مرق ورحل. من؟ زوجك رحل؟ كان كل شيء، كان أمل حياتي. جميع الرجال هكذا يا أختاه، طالما أنت شابة فإنهم يدورون حولك كالفراش، ولكن ما أن تظهر التجاعيد على وجهك عندها يتركونك مع طفل ويذهبون يتجولون في هذه الدنيا ويتركونك وحيدة. زوجي لبى نداء ربه ورحل إلى الجنة. يعني توفى؟ نعم إنه توفى. تصورت إنه رحل، تزوج من أخرى وتخلى عنك. رحمه الله، كنت أنا وابني عزيزين عليه. كيف توفى؟ كان عامل بناء، سقط من الطابق الثاني وجاءوا به إلى البيت، لم يكن يشكو من أي شيء. أخذت فراشه إلى سطح المنزل ووضعناه على الفراش ونام مرتاحا، إلا أنني استيقظت صباحا على صوت أنينه، وعندما أردت أعطاءه ماء السكر فارق الحياة ورحل عن الدنيا. حالياً أصبحت وحيدة، اذهبي إلى أهلك. ماذا يحدث إن عدت؟ سأصبح عالة أنا وأميد عليهم. ولكن أنت وحيدة هنا. أتوكل على الله. نعم توكلي عليه. أنت أيضاً وحيدة؟ إنني تحملت القسط الأكبر من الوحدة. يجب أن أذهب لأنقذ أماً من الخوف، ولكن أخشى أن يستيقظ أميد ولا يستقر. اذهبي وعودي بسرعة. جزاك الله خيراً. مركز الشرطة، ابني في السجن. لا تخافي يا سيدتي. يجب أن أذهب. إلى أين تذهبين؟ يجب أن أذهب إلى ابني. ماذا حدث يا أمه؟ ألم تسمعي يا أخوك في مركز الشرطة؟ سأتي معك يا أمه، أصبري. يا إلهي جدتي العزيزة، العباء، العباء يا جدتي. إنها أمامك. أين؟ لكي لا نحتار، أتعلمين أين نذهب يا أمه؟ لا أدري، يجب أن أذهب. أقسم بالله لا تؤخذينني يا سيدتي. أمه رضا ليس طفلا، لماذا كل هذا الارتباك؟ إنه طفل، طفل، ولحد الآن لم يذهب هذا الطفل إلى مركز. هيا تعالي تعالي. جدتي بالله قولي لأمي بأن تستكين، ربما تصاب بنوبة قلبية.
أنا قلت إن رضا ليس مقصرا، ذهب بدلا من ابن المهندس. لماذا تترددين يا ليلى؟ هل يليني يا أمه؟ تعالي هيا. أي هيا. مهندس إني أختار؟ مهندس إسفندياري. المهندس إسفندياري؟ لما أنت واقفة هيا. جدتي قولي قولي أنت شيئا. مونس أتعلمين إلى أين تذهبين؟ إنك لم تخرجي من البيت طول عمرك. أتعلمين أي مركز شرطة؟ أي مركز؟ أين تريدين العثور على رضا؟ سأذهب لأضع التراب على رأسي، لا أدري. أمه، رضا لا دخل له بالموضوع؟ له دخل أم لا، فهو موجود في المركز. مونس اغسلي وجهك، ستصابين بنوبة قلبية. تصورت أن حادثا وقع لرضا. تعالي يا أمه اجلسي هنا دقيقة واحدة. أنا مضطربة جدا، لا أدري. إنها مضطربة لدرجة لم تسأل عن صحة الطفل. فلا كانت حالته متدهورة لما كانت أخترت دعه لوحده. الحمد لله. أنا قلقة ومضطربة نفسيا. إنه قلب الأم. أمه فديتك فديتك. رضا ليس طفلا، إنه رجل الآن. عندما كان أبي في مثل سن رضا كان عمري عامين فقط. ابنتي. نعم يا جدتي. ألديك عرقيات؟ نعم يا جدتي. لقد أفزعتك يا سيدة مونس، أطلب المعذرة. إنها مقصرة، لم تدعك تتحدثي. أشعر باضطراب في قلبي. أنا أم وتلك أم، قلوبنا مشغولة. الله أعطى القلب وأعطى العقل. لا أستطيع الهدوء، لا أتمكن من تحريك قلبي. ليهدأ بالك يا ابنتي، توكلي على الله. معذرة، يجب أن أذهب، طفلي في المستشفى. اذهبي اذهبي يا ابنتي، مع السلامة. اذهبي. في أمان الله. ألديك نقود للدواء والمستشفى؟ أتوكل على الله. إذا احتجت فاخبريني. حسنا، أشكرك، مع السلامة. أمه خذي واشربي. هيا هيا. أبوك هذه الليلة كم الساعة؟ تقريبا العاشرة. العاشرة؟ من سوء حظي، فقد تأخر أبوك كثيرا الليلة. خذي يا عزيزتي، خذي واشربي، هذا مفيد للقلب. جاء أبوك. أمه هذا ليس صوت سيارة أبي. لماذا تأخر أبوك الليلة؟ تعالي يا عزيزتي، لا تعذبي نفسك هكذا. اشكركم كثيرا، معذرة للإزعاج. نحن يجب أن نشكرك. أرجوك، لم أعمل شيئا. أنت عملت كثيرا يا سيد رضا. أي فرد كان مكاني كان يعمل نفس الشيء. سنرد لك الجميل يا رضا. أرجوك يا سيدة، مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة يا سيد رضا. مع السلامة. انتظر دقيقة يا أمه. ما بك يا سارة؟ يجب أن نقدم الشكر لعائلته المضطربة البال لحد الآن. من أين تعلمين بأنهم مضطربون؟ ألست كنت قلقة على سينا؟ طيب، في وقتها سنشكرهم. أتذهبون أم أذهب؟ يبدو أننا مدينون له. لا تتشاجر، رضا واقف هناك. ليست سيارة أبيك. أمه إنها ذهبت، أين فكرك؟ الحمد لله 100,000 مرة. الحمد لله. ماذا حدث يا أمه؟ لماذا تسجدين؟ كفى يا أمه، لقد انتهى كل شيء. ماذا تفعلين يا أمه؟ لماذا تبكين الآن؟ قلت لك اصبري، فهذا غصن النبات. لماذا تبكين يا أمه؟ إنه بكاء الفرح، بكاء الشوق. أنت قلقة تبكين وسعيدة تبكين أيضا.
عندما تصبح أبا ستعلم ماذا يعني بكاء الشوق والقلق يا ولدي. لم يحدث شيء، جاء بي سينا وأمه إلى البيت، هذا وكل شيء. ليس كما تقول، فكل شيء لا يمكن أن يحل بهذه السهولة. أخطأت إذ قلت لأختر أن تأتي وتخبركم. لماذا شحب وجهك؟ أقسم بأنني سليم. عزيزتي ليلى، أعطي لأخيك عددا من حبات الحمص. حمص؟ ولماذا حمص؟ ليأكله، لأنه خائف ومخطوف لونه يا ابنتي. جدتي إنني أقسم لك، صدقيني إنني لم أخف أبدا. أخي العزيز يجب أن تأكل حمصا، أيكفيك ربع كيلو؟ لا تمازح يا بنت، 4 حبات تكفي. يجب أن أعلم بأن هذه القضية لا ترتبط بك كي تتدخل وتورطنا. كنت راكبا خلف سينا. كنت راكبا راكبا حتى تظهر بطولتك. عزيزتي ليلى. نعم يا عزيزتي. نعم أخاك يا ليلى. أمه يجب أن يفهم علي ورطنا في قضية لا تخصه. صلوا على محمد، تعال وكل الحمص. كان الولد سقط على الأرض. لا يرتبط بك، ولكن لو كنت مكاني لفعلت أكثر. صحيح، إيصاله إلى المستشفى عمل إنساني. لماذا ورطت نفسك بدل سينا؟ يظهر أنك لم تسمعي، كنت راكبا خلفه. قل هكذا تفتحت شهيتك للبطولة. عزيزتي ليلى، أختي العزيزة. كفاكما، لم تتشاجران. إنك لم تري نفسك وماذا حل بك. الحمد لله انتهى كل شيء، وأنت لا تمازحي ابني هكذا. معذرة. تعال وكل الحمص واشرب هذا الماء. أنا مشغول بأكل الحمص. خذ واشرب. يبدو أنك خفتي أكثر مني. لا تقل لم أخف، لا تقل لم يحدث شيء. أنا كنت قلقا من أن أزعجكم جميعا يا أمه. الحمد لله انتهى بخير. لا لا سمح الله، إذا أصابك شيء لمت عند سماعي ذلك فورا. لا سمح الله يا أمه. خذ اشرب. حسنا. أجئت هنا لكي تبكي؟ لا تتضايقي من كلام أمك يا عزيزتي. أنا لا أتضايق، إلا أنها تتبع طريقة معرضة كأنه طفل مدلل. عندما تصبح أمان وكبر ابنك رويدا رويدا وكان أنيسا لك، في ذلك الوقت ستعرفين حق الأم. لا تبكي يا ابنتي. أنا إنسانة أيضا. فديتك، ضعي قلبك إلى جنب قلب أمك المهمومة. كم تعذبت أنا. فديتك يا ابنتي. اذهبي واغسلي وجهك يا عزيزتي. يا لخسارة هذه العيون الجميلة أن تبكي هكذا. فديتك يا حبيبتي، فديتك يا عزيزتي، يا عزيزتي. انظر إلي، أتحدث معك يا سينا. من يوم غد لا تركب الدراجة، يجب أن لا تستفيد من هذه الوسيلة لأن ليس لديك ثقافتها. تتصورون حرماني من ركوب الدراجة ستحل هذه القضية؟ هذا كلامك أم كلام شخص آخر وأنت تنطق بها كالببغاء؟ أنت فقط تبتسمين وبهذه الابتسامة تحتقرين أمام رضا والآخرين. كلام أبي صحيح، هذا كلام رضا الذي قاله للضابط. بإمكانك أن تخرسي. كن مؤدبا. الليلة تأخذ الدراجة إلى الموقف وتضعها هناك وتأتي بالمفتاح، أفهمت؟ يا أبا، إذا أنا لم أكن مثقفا ولم أستفد بصورة صحيحة من الدراجة، ربما لم أكن أنا المقصر، ربما أنت المقصر. أنت تركب الدراجة وأنت تسرع وتصطدم بأطفال الناس وتهرب بصورة ظالمة وتقول أنا المقصر. ها، أنا المقصر يا سينا؟ لا تزعج نفسك يا إسفندياري، ضع دراجته في الموقف، وإذا تصورت أنه أرجوك في الوقت الذي يجب أن يعاقب تأتين لمساعدته لكي يظل مطلق العنان. لم أقصد ذلك، أقول ربما هذا الحادث سيؤثر على سلوك سينا. كفى. ولا يعمل على تناول العشاء.
لا أكل، لم أشتهي. تناول كل. قلت لم أشتهي. رجاء قهوة مع حليب. هل تناولت العشاء؟ أكلت شيئا. هل أجلب لك قدح حليب بارد لتشرب؟ نعم. ليلى! رضا! رضا! ليلى! أبي العزيز! تعالوا! ماذا حدث؟ ليلى! تعالي! أبي العزيز! لماذا سقطت أرضا يا أبي؟ ماذا حدث؟ لا أدري، لقد انقطعت نيات قلبي. يجب أن تنظروا في هويتي وتروا سني ثم اسألوا. هذه أشياء لا ترتبط بالعمر يا أبي. لقد غشيت عيني غشاوة. إنه لا شيء، إنه لا شيء. لا أدري، إنك تعمل كثيرا وتجهد نفسك. إنك لا تراعي صحتك يا أبي. ليس هذا وقت البكاء. رضا أسرع وغطي السيارة. مع السلامة يا بطل. مع السلامة. أهلاً حضرات الهاربين، أين فرسكم؟ أعتذر يا رضا، لقد ندمت من عملي. لا تفكر فيما مضى، حالياً ماذا عندكم؟ نعم مضى، إلا أنه عندما أفكر بالحادث أشمئز من نفسي. لا تكن صعباً يا سينا، ربما كنت أعمل نفس الشيء. هذا صحيح، ربما إذا كان هذا مكانك لعمل نفس الشيء لا تتصور بأننا خفنا وهربنا. أنت نعم تملك قلب الأسد وتمسح السؤال بدل حله بجرأة. لا تتكلم عن الجفاء ولا عن المسألة وحل المسألة لأني أشمئزهما. أما كان القرار أن ندرس الجف؟ جئتكم بفكرة جيدة، فكرة جيدة. مثلك طبعا. لا تتكلم، اسمع. قبل الامتحان بيومين أشيع بأن حادثا أصابني، وفي يوم الامتحان أنت تذهب وتمتحن في مكاني. احذر لألا يسرق الأجال مخك الجامد. ولماذا أهتم وأنت صديقي؟ ها؟ وماذا عن المباراة؟ ليس معلوما. ناصر ينوي خسارة فريقه. فريقنا إنه خيال. في المباراة يتضح كل شيء. لما لا تقول للخال وهو عمك؟ إنه معلم رياضة وهو يجب أن يطلب. سأتكلم معه وأجبره على أن يفعل. وصل باصي، مع السلامة. رضا أطلب منك العذر. دعك من هذا الكلام. أشكرك على هذا العمل يا رضا. أي نوع من البشر أنت؟ فماذا أنا؟ مرة تعاديه ومرة تمدحه. عقلك أقصر من أن تفهم. تاكسي. قاسم تعالوا.
لو أردنا أن نلعب فلنلعب بجد. وسنحطمهم. لا تكن مغرورا، لقد رأيت لعب سينا لا يمكن السيطرة عليه. إذن لماذا نلعب وننهزم؟ سنغلبهم طبعا بصعوبة، الفريق يلعب جيدا. إنك تخيفني. لا أخيفك، إذا لعبنا بجد نفوز طبعا. لذا نحن نقدم ونقترح على مدير المدرسة. أتعلم أنه قانوني وصار؟ لماذا لا تقول لعمك رحمن؟ لا أريد أن أخرجه، أفضل من الشجار في الشارع. أنا أخجل منه. إذن دع، إذا عملوا شيئا فبها، ولا نتغاضى عن المباراة. هكذا طعمه لذيذ يا مراوغ. طيب يجب أن أعالج ألمك، أليس كذلك؟ يجب أن تفتخر بولدك يا سيد كريم. عفوا يا مهندس، إنه غلامك. قليل ما يحصل هذه الأيام شخص يخاطر بنفسه للغير. لم يكن أحد، كانت مسألة سينا. مع ذلك حتى أخاه، الأخ لا يعمل لأخيه هكذا، هذه الأمور أصبحت أسطورة. كان واجبه أيضا، وعمل يرضي الله طفل منبطح في الشارع ندعه في أمان الله. يوجد أحد في الأعالي يشرف على ألو عملي. مهندس ديدار، أين؟ من أنت؟ متى ذهب؟ يجب أن نثمن عمل ابنك بشكل ما. إنه لم يقم بعمل مهم. كان عمله مهما، وأيضا سينا سوف يتأدب. رضا قام بعمل من واجب أي إنسان. ألو مهندس ديدار، سيدتي. وعليك السلام يا ولد، كيف حالك؟ بخير شكراً. وأين أمك؟ هناك. ماذا تفعل هناك؟ تدفع الأجور. تريد أن تذهب إلى المنزل؟ نعم. السلام عليك يا سيدة أختر. وعليك السلام، أتيت لعيادة أحد؟ كلا، أتيت لأدفع نفقات المستشفى إذا سمحت. شكراً، أنا دفعت. كان من المفروض أن أدفعه أنا. عندي ما يكفي أن أدفع نفقات المستشفى، والصدقة علي حرام. شكرا لله إذ لا تحتاجين. عزيزي أميد، انهض لنذهب، هيا هيا يا بني. على الأقل اسمحي لي أن أوصلكما. أشكرك، نحن نذهب، مع السلامة، هيا. يا ولدي نم، يجب أن تستريح. لا يأخذني النوم. قال الدكتور يجب أن تستريح لمدة 3 أيام. يعني لا أذهب إلى المدرسة 3 أيام؟ لديك 3 أيام إجازة، ولا تفكر بالمدرسة. أمّا، أنا لست مريضا. يا عزيزي أميد نم، ودعني أقوم بأعمال البيت. نم يا بني نم.
سينا لماذا كانت قلقة. ربما لكسب رضانا نحن. قم يا أميد، قم لنذهب إلى مركز الشرطة لإنقاذهم من القلق. هيا يا ولدي. ألو، سلام، ماذا؟ السيدة أختر؟ ماذا تقولين؟ صوت الهاتف ينقطع. حسناً، يجب أن لا تقلقي نفسك من أجل لا شيء. لا يا عزيزتي، النقود حلال المشاكل. عوضيه عن الخسارة بأي مبلغ تريد مع كسب الرضا. لا تأخذ؟ إنها دفعت نفقات المستشفى من أجل... طيب، اتخذي أي قرار يكون صواباً. مع السلامة. يا سيد كريم، أخجلتنا مرة أخرى. ما هذا الكلام يا مهندس؟ إلى المكتب يا سيد كريم. أنا مسرورة، عندي زوج، لا أحد يقول له بأن كل شيء لا يحل بالمال. ألو منصور؟ نعم، أعلم بالله، ليس لدي وقت، يجب أن أذهب لأن سيارة المؤسسة تنتظرني. نعم، الأعمال كثيرة والوقت ضيق. نعم، طيب، نعم، ما هذا الكلام؟ إنه لم يرتكب جريمة. طيب، حسنا، نعم، أنت أيضا بالله حافظي على نفسك. نعم، أي مركز شرطة؟ المركز الذي في طريقي؟ لا، أصلا لا يمكن الوساطة أبدا، لا يمكن أبدا. أنتم يجب فقط أن تحصلوا على رضا السيدة. لا أعلم، يجب عليكم جلب رضاها بأي صورة من الصور، وأنا سوف أرجع بعد 7 أيام، وربما مبكرا. مع السلامة.
طلوعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. طبعا كنت أتوقع منكم، إلا أنه لا يمكن الحكم إلى بعد إنجاز العمل. عفوا، لا أفهم ما تقصد. أعني الحادث. وصل الخبر إليكم أيضا؟ خذ. ما هذا؟ هدية مدرس وكاتب مجهول. ماذا يمكن أن تكون؟ أشكركم كثيرا. من اليوم برنامج المسرح أصبح جديا، تأتي؟ نعم سيدي حتما. لذا أنتظرك بعد. سمعا وطاعة. مع السلامة. تعال يا رضا. كتاب أم رياضة؟ الكتاب والرياضة. ألو، وعليكم السلام. حقا هي ذهبت إلى المركز وأعلنت عن رضاها؟ في الحقيقة نحن يجب أن نتعلم السلوك والإنسانية من هؤلاء. طيب طيب، سفرة سعيدة، مع السلامة. جاءوا. أين هم؟ ألم ترهم؟ مع السيد ناصري. نصفي حسابنا معهم. الطفيليون. انتبه سينا، كلامي هو عندما نجري مباراة خاصة العمل له معنى في وقته، وأنا لا أفهم معنى لإصراركم ولا دليلا خاصا لهذه المباراة. له دليل يا أستاذ، إلا أنني لم أتمكن أن أقول. أنا أعتذر. الدليل شخصي جدا. طيب هذه هي الغطرسة نفسها، إنه دعوة للصراع، يأتي أي شخص ويطلب المبارزة بناء على رغبته. أنا بصفتي كابتن الفريق ليس لي حق الاقتراح. نعم، يجب أن يكون اقتراحكم معقولا. بالله يجب أن تأخذ كلامي بجد. ألم تقل بأن القضية صراع الشرف مع زميلك؟ أعني المنافس. قلت ما اسمه؟ منافس لا، إلا أنه يعتد بفريقه. طيب سوف أرى، ربما تكلمت مع مدير المدرسة حول القضية. بالتأكيد تكلم معه. يجب أن تتاح الفرصة. أتاح الفرصة. حسنا. تعتقد ماذا يقولون للناصري؟ ماذا يقولون؟ يستغيبوننا. إنه سيء جدا، نفقد اعتبارنا عند السيد ناصري. يجب أن نؤدبهم. لا، تعال لنذهب. ما كنت جبانا هكذا. أنا لا أخاف، فقط ندمر حالتهم، لا نتضارب معهم. إذا أنت تصر على شرطك مع رضا، أنا مستعد أن نتغاضى عن الشرط. وإن كنت لم تشترط فإنني أصر. كلام السيد ناصر صحيح، لديك حب الظهور. ليس كلام حب الظهور، رضا يتبارى أكثر من حب الظهور. سوبرمان. يبدو أنك لست على ما يرام. على ما يرام؟ لماذا؟ مرة تشيد بعمل رضا ومرة أخرى تتكلم هكذا. يشعر كثيرا بالبطولة. تفوق رضا يؤلمك كثيرا ولا يمكن لك أن تتحمله. لما لم تأتي بدراجتك؟ أردت أن أشاركك الهموم وأواسيك.
قل خفت أن أركب معك. لماذا أنت متشائم بكل شيء؟ قل أبي أوقف دراجتي. يا مجانين!